مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المناطق الشمالية خلال يوم الغد ستشهد تيارات جنوبية ستعمل على ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة. تبقى أجواء مستقرة على العموم، لكن ابتداء من الظهيرة ستصبح السماء مغشاة نحو المناطق الغربية لتعلن عن قدوم بعض الأمطار الرعدية خلال الليل بإذن الله. الرياح إذن ستصبح قوية نسبيا ابتداء من الظهيرة نحو السواحل الغربية. جنوبا دائما أجواء مستقرة مرفوقة بهبوب رياح قوية نحو شمال الصحراء الجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى، ستعمل على انتشار زوابع رملية الحيطة والحدر. الرؤية ستكون ضعيفة، بعد الزوابع الرملية ضعيفة ستميز مناطق أقصى الجنوب إلى غاية الجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم وفجر يوم الغد لن تتعدى 6 درجات بقسنطينة، 8 بالبيض، تصل إلى 12 بسواحل، نفس المقياس جنوبا ببشار، 14 بتندوف، 15 ببسكرة الواد تقرت وورقلة، 17 درجة بإنسلح، وترتفع لتتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة بين برج باشي مختار وإنقزام. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد كما سبق الذكر ستعرف ارتفاع محسوس، تصل إلى 30 درجة بكل من العاصمة بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطرف، نفس المقياس غربا بتينمسان، 27 درجة بوهران ومستغنم، ما بين 20 إلى 25 درجة بالأطلس الصحراوي، 30 درجة بشمال الصحراء والواحد، 33 درجة بالصحراء الوسطى ومرتفعات الهجار وتاسيلي، لن تتعدى 25 درجة بتندوف، بينما تقارب 36 درجة بإليزي وترتفع أكثر بأقصى الجنوب لتصل إلى 39 درجة. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة بالسواحل الغربية جنوبية تماما، جنوبية أيضا بالسواحل الوسطى والشرقية، سرعتها تصبح معتدلة ابتداء من الظهيرة وتدور الرياح إلى جنوبية غربية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 38 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و 8 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وتقبل الله صيامكم.